أنا أريد أعزائي، رحمة الله على أستاذنا الشهيد الصادر، كان يقول عندما تريد أن تنقد رأيي حاول أن تقرر ذلك الرأي بأقوى وأحسن ما يمكن، مو تقربه بنحو مهلهل ضعيف حتى يرد عليه 20 إشكال. لأنه عادة نحن عندما نريد أن ننقد أحد ماذا نفعل؟ ها؟ نقربه كما يريد لو كما نريد حتى نشكل عليه. ولهذا تجدون في الأعم الأغلب النقود عندما تطرح على صاحب النظرية يقول هذا مو مقصودي، هذا مو مقصودي، هذا لم أقله، هذا لم يلتفت. لماذا؟ لأنه أنت لم تطرح النظرية كما ينبغي أن تطرح. واقعا أنا شخصا سألته رحمة الله تعالى عليه، سألته سيدنا هذا الذي نقلته عن المرزا النائيني نحن راجعنا لم نجد هذا التقرير، قال نعم أنت راجعت موضعا واحدا من النائيني فلم تجد. وأنا عندما أقول النائيني مرادي كل منظومة معارف المرزا النائيني وإضافة أنا أضيف عليها أقويه بقدر ما أستطيع. ولذا أنا أتذكر في العراق، في العراق كان يقول الماركسية كان يقولون اقرأوا كتاب فلسفتنا اقتصادنا، اقرأوا النظرية النقود لا تقرأوها. اقرأوها من أين؟ من كتب السيد الصدر رحمة الله عليه، لأن سيد الصدر النظرية الماركسية الفلسفية والاقتصادية قربها بأحسن مما موجودة في رأس المال لكارل ماركس. ولكنه كان يقولون لا تقرؤون النقد لأنه ما يبقي لها شيء، اقرأوا فقط النظرية لتعرفوا. ولهذا الآن أنا أتصور واحدة من أهم، التفتوا لي جيدا، واحدة من أهم النقود التي توجه إلى نظرية جواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب الإلهية وغير الإلهية، وأنه لا فقط إن لم يصب الواقع هو معذور، بل هو ماذا؟ مأجور. أنه كيف يمكن أن يكون مأجورا؟ التفتوا جيدا كيف؟ نعم المعذور قبلنا منكم في الجاهل القاصر، ولكن كيف يمكن في المقصر ها؟ كيف يمكن أن يحصل على الثواب والأجر مع أنه صار مصداقا للاعتقاد الواقعي أو لم يكن؟ لم يكن. قام بالعمل المطلوب منه واقعا أم لم يكن؟ لم يكن. هذا هو أصل الإشكال. الجواب خلوا ذهنكم يا معلم أعزائي، مرة نتكلم على مستوى النقض مع هؤلاء، التفتوا لي أعزائي، مستوى الناقضة نقول لهم